السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أم سارة، وهنكمل الجزء الثالث من ورشة الفانوس اللي احنا شغالين فيه الإسلامي. ده عملناه في الجزء الأول ودي عملناها في الجزء الثاني، وكل جزء بحط فيه باقي الأجزاء بتاعة اللي قبلها أو اللي بعدها. هنا احنا وصلنا للدور دوت، وقفنا على كده. أنا فتلتي لو انتوا شغالين زي ما أنا شغالة بالظبط، الفتلة بتاعتكم هتيجي على الواحدة البيضة دي. ايه بقى هتحطي ايه؟ هتسمي الله وتبدأي من اليمين، هتحطي 2 ازرق وواحد ابيض، وبعديها 1 ابيض واحد ازرق، وبعديها 1 ازرق واحد ابيض، واخر واحدة هحط عليها 1 ابيض وواحد بامبي. طيب للجماعة اللي هيبدأوا من اول السطر، في ناس بتحب تبدأ من اول السطر، ما عنديش مشكلة. تعالوا نشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا قاعده بقالي والله حوالي 2 ساعة ومش قادره اصور، ايدي متلجه مش قادره امسك بيها حاجه. فهنشوف هنا، دي فتله انا هسربها ماليش دعوه بيها دلوقتي. اول حاجه هتحطي على اول واحده اول خرزه هنا، لو انت هتكملي زيي هتحطي كده خلاص 2 ابيض على طول، انما لو بتبداي هنا من اول السطر بتبداي هتحطي 1 بامبي و2 ابيض. دي كده للي هيبداوا من اول السطر. هتحطي 3 لان معهاش حاجه، وهتعدي هتشدي كده. بسم الله، هرجع في الخرزة واشد في فتلة عندي عايزة اسربها، هعديها فيها كده الاول. بسم الله، اهي عدتها، واشد بقى العقدة بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي اول غرزة. طيب هنعدي تاني، دي فتلة انا بسربها، يبقى هعدي تاني، مش هعديها من واحدة وخلاص، لازم اعديها من كذا واحدة. بسم الله، وشد. طيب ادي اول غرزة قفلتها. اللي بعد كده هحط بعد كده 2 ازرق اهو، 1 2 ادي 2 ازرق، وهعدي وشد. انا ايدي متلجة مش قادرة اتحرك. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي تاني غرزة، شايفين شكلها. بعد كده هكرر تاني 2 ابيض كمان مرة، اهي 2 ابيض، اعدي وارجع فيها. بسم الله، في كل غرزة هقفلها اوريكم شكلها. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين ترتيب الالوان. بعد كده 2 ازرق، يبقى البدايه خالص واحده. لو انت بديتي من الجنب هنا يبقى هتبداي اول غرزه هحط 2 ابيض 2 ازرق 2 ابيض 2 ازرق، اعدي واشد. تعرفين ان في السقعه الجامده دي قوي المفروض احنا نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من عذاب جهنم، احنا المفروض في السقعة قوي وفي الحر قوي نقول اللهم انا نعوذ بك من جهنم وحرها وزمهريرها. الحر هو شدة الحرارة في الصيف لما بنبقوا حرانين جدا، في البرد نقول الزمهرير، الزمهرير ده هو شدة البرودة. شايفين ده كده بالنسبة لي النص بالظبط، نفس اللي كررته هنا هرجع اعيده تاني بعكس الالوان، يعني بمعنى الزرقاء دي طالع منها ابيض ازرق ابيض، يبقى لازم يطلع منها ازرق ابيض تاني. اقرب لكم شويه كده. بسم الله، اهو ازرق وابيض، زي ما انتوا عارفين احنا هنعمل ضلع واحد وانتوا هتكرروا الباقي كله زيه، عشان اختصر وقت التصوير بس بيزهقني قبل ما يحمل، بس حابه اقول لكم كل حاجه بالتفصيل. شايفين، نبص للجنب التاني، ادي دي هي دي خلاص. ابص هنا تاني في ايه؟ الابيض طالع منه ابيض ازرق، يبقى احط ابيض ازرق. ترتيب الالوان مهم جدا يا جماعة. بسم الله، اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم، هو ما بياخدش كل المجهود اللي انا بشد بيه بقى، بس عشان حطاه على خرز فمش مالكه اشتغل عشان حاطه لكم قدام التليفون. طيب ادي دي النص، بنكرر اهو،
دي بالظبط عملت اتنين جنبها اللي هما واحد اتنين، بعديها انا طالعه من الازرق هحط ازرق ابيض، ازرق بسم الله الرحمن الرحيم، ازرق وابيض اهم، ازرق ابيض بعديها الابيض طالع منه ابيض وبمبي، اهو ابيض وبمبي، وزي ما عملنا الضلع ده نكرر باقي الاضلاع. هنا كده خلصت الدور كله، داير ما يدور اهو شايفين. هنكمل، انا واقفه فين؟ انا واقفه في النص بالظبط، في خرزتين زرق اهو، انا واقفه على الاولى منهم من ناحيه اليمين، ده نص الفانوس بالظبط. هحط عليها ايه؟ على اول واحده هحط ثلاثة، انا قلت اخضر معلش هو ازرق، احط ثلاثة ازرق، ثلاثة اهم ازرق، رجعت فيها وسحبت الطرف اللي تحت وشديت. دي اول واحدة معايا في السطر، يعني هشرح لك الحتة دي وارجع اشرح لك لو وقفتي على اول السطر هتعملي ايه، هعدي الفتلة واجي لكم. حطيت تاني اهو اتنين ازرق وهعدي، اول مرة ثلاثة لاني معيش حاجة خالص، تاني مرة اتنين عشان انا معايا واحدة تحت وعامل مشترك هما، ادي كمان اتنين ازرق، ادي شكلهم. بعد كده هحط ازرق ابيض، بسم الله، ادي اتنين اهم ازرق ابيض، هعدي وعدي واشد، اشد فتلتي. بعد كده هحط ابيض ازرق اهو، ابيض ازرق وعدي، دي فتلة معايا عايزة تتسرب ما سيبهاش كده اهي، هعديها كمان مرة اللي احنا عديناها قبل كده الدور اللي فات، هي اتعديت وشد الفتلة دي، يا اما انا اقصها يا اما ممكن اخدها كمان واحدة، هحط اخر واحدة في السطر ازرق وابيض اهو، ازرق ابيض هعدي دي كمان مرة اهي اللي بسربها دي، حاولي تعديها على قد ما تقدري من كام خرزة. ادي النص بتاع الضلع اتعمل، وفي غرزة كمان زيادة اللي هي في الجنب دي، هنوريكي لو انت بتبدأي من اول السطر هتعملي ايه. نقص بس الفتلة الزيادة دي، اعدي بسم الله اهو، لو انت في اول السطر هتعملي ايه؟ اول السطر معكيش غير واحدة بس اللي تحت، هتحطي اتنين ابيض، هتحطي واحد ابيض بس اهو، الواحد ابيض واتنين ازرق اهو، واحد ابيض اللي هي محطوطة معايا اوريدي واتنين ازرق، وهعدي ده لو اول السطر، انما لو بتشتغلي زي ما انا واقفة بالظبط هتعملي زي اللي انا عملته، ادي واحد ابيض واتنين ازرق، اللي بعديها اتنين ابيض، ادي واحد اتنين اهم اتنين ابيض، وهعدي اهم اتنين، رجعت شايفين الشكل، دي البداية واحد ابيض اتنين ازرق، لو انت دي بداية السطر عندك، لو مش بداية السطر يبقى تحطي اتنين ازرق اتنين ابيض اتنين ازرق كمان. كم مرة بقى الازرق ده هحطه تاني دلوقتي هنشوف، بس ايه وحدي الله كده وقولي لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله،
هعدي فتلتي او احط عادي، ادي اتنين ازرق كمان، دي تاني مرة للازرق اهو، اتنين ازرق، اسحب واشد، هعدي تاني زي ما تحبي. قلت في الفيديوهات اللي فاتت عايزة تعدي تاخدي السطر كله مع بعضه، عايزة تاخديهم واحدة واحدة، والله اللي يريحك اشتغلي بيه. هكرر الازرق كمان مرة، يبقى كده الازرق حطيته اتنين ازرق تلات مرات، اتنين ازرق تلات مرات، يبقى بداية السطر اتنين ازرق، لو انا بدأ من قبل كده مش بدايتي هي السطر، اتنين ازرق اتنين ابيض اتنين ازرق تلات مرات، بعديها ازرق ابيض، انا كده يعتبر بكرر بقية اللي عملته في الضلع اللي فات، هو هو بس هوريهولك على بعضه عشان ما تتوهيش وترجعي ترجعي الفيديو تاني وتجيبي الفيديو تاني. بعد كده تاني ابيض ازرق، بسم الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اخر واحدة في السطر ازرق ابيض، ازرق ابيض، هنقفلها وهتكملي الاربع اضلاع بالشكل دوت وترجعي لي تاني. هنا كده خلصت خلاص الاربع جوانب، خدي بالك في كل دور تخلصيه حاولي تراجعي عليه عشان لو في اي خرزة لونها متغير ارجعي وفكيها، معلش ما جاتش على حاجة بسيطة. هنا بقى انا عايزة اعمل حاجة في السطر الجديد، انا فتلتي خلصت على الزرقة دي، طيب انا كل مرة بقولك طب انا هبدأ معاكي من هنا وارجع اوريكي تاني، فهعمل ان انا هحوط بالفتلة الاتنين دول عشان عايزة اجي من اول السطر، انا عايزة كده اكون في اول السطر مش عايزة اروح كل مرة بقى في النص. الفتلة اللي ناحية اول السطر هعدي بيها، انا واقفة جنب خرستين يعني هعدي الخرستين دول وهشتغل الخرستين دول، هشتغل عليهم بفتلة واحدة لغاية ما اوصل للتانية. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجة هحط واحد ازرق واتنين ابيض، اهم واحد ازرق واتنين ابيض، وهعدي من تحت الفتلة اللي انا لسه معديها دلوقتي وارجع في اول واحدة تقابلني واشد، بسم الله الرحمن الرحيم، اهي اتقفلت اهي خلاص شايفين. طيب بعد كده هحط ايه؟ اتنين ازرق، اهم اتنين ازرق، اتنين ازرق، وهعدي من تحت الفتلة برضو اللي انا معدياها وهشد، ده طرف واحد اللي في ايدي طبعا زي ما شفنا. ادي تاني غرزة، بسم الله، ادي تاني غرزة اتقفلت. بعد كده خلاص بقى انا كده معايا الطرفين، هحط برضو تاني اتنين ازرق كمان مرة، اهمت هرجع بقى فيها واسحب الطرف التاني، هتكملي شغل بالفتلتين عادي، يا اما واحدة واحدة بالعقدة يا اما تعدي في الكل وبرضو عقدة، انا هعدي في الكل بسم الله. وزي ما قلتلك ولا مش عارفة قلتلكيش، لو حابة تحطي ابرة في الطرف اللي تحت حطي، انا الابرة معايا خيط 70 بدخله في الابرة، بقعد على الطرف الخيط وطير منه حتة صغيرة وعديه في الابرة. انا كده حطيت اول مرة ازرق اتنين ابيض، اللي بعديها حطيت اتنين اخضر مرتين، بعد كده هاخد اتنين بامبي، واحد اتنين، بسم الله نحطهم تاني، واحد اتنين بامبي اهم، هعدي وعدي كده وشت، هنا نحط بامبي وازرق، ترتيب الالوان مهم، حطيت بامبي وازرق ونشد، بسم الله الرحمن الرحيم،
واللي عملته في النص ده هعكسه في النص الجديد، يبقى هحط انا طالعة من الازرق، يبقى هحط بسم الله الرحمن الرحيم. هتبصي هنا ده النص بالظبط طالع منه بامبي وازرق، اللي هو بامبي وازرق، يبقى هحط بعد كده هنا في اتنين ازرق، يبقى هحط اتنين ازرق. بسم الله اهو. بسم الله. تبصي تاني انا هنا دي النص طالع بامبي وازرق، اهو بامبي وازرق، بعديها اتنين ازرق، اهو اتنين ازرق، بعديها في ازرق ابيض، حطي ازرق ابيض اهو، ازرق ابيض، وبعديها يلا مين هتقولي بعديها ايه؟ استني اشيلك ايدي كده عشان تشوف بعديها ايه. الله ينور عليكم. ابيض ازرق، نقفلها ابيض ازرق، اوريك الشكل كله بتاع السطر، وهوقف وايه نرجع لكم تاني بس اما اوريك الشكل. بسم الله اهوت، ادي شكل السطر اهو كده خلص كله، اهو السطر خلص، هنكمل الباقي زيه. اديني خلصت اهو كلهم تمام، هنكمل. انا واقفه على اخر واحده في السطر، هنحط عليها ايه؟ انا على اخر واحده في السطر حطيت واحد ابيض واتنين ازرق كده. هنخش للسطر الجديد، اشد بس كده الاول وبعدين اوريكم. اهي دي اخر واحده في السطر، ابيض وازرق. طيب انا لفيت كده بقى، هشتغل هنا ايه؟ هعدي فتلتي. بسم الله. طيب انا كده واقفه في اول السطر الجديد، هحط ايه؟ انا معايا واحده زرقاء، هحط واحد ازرق كمان عليها، ادي واحد ازرق وواحد ابيض، وهعدي وارجع فيها وشد وحوريكي شكلها اهو نفس شكل التانية. طيب بعد كده هحط ايه؟ هحط ابيض ازرق، ابيض ازرق، هرجع فيها شكلها اهو. هنكمل، هنعدي عدي زي ما انت عايزة قلتلك. بسم الله. انا طالعة من الخرزة الزرقاء، احط اتنين ازرق، دي كده ايه؟ تالت غرزة معايا في السطر. ومرتفع الكمبيوتر اهي تمام. هنكمل واحد ازرق، يجي يا سرعه عن الترابيزه، واحد بامبي كده. انا بكمل الواحده البامبي زي ما احنا كملناها تحت بالظبط، هكملها كده بنفس الطريقه، في نص البامبي لازم يكون بامبي. اشد بقى، شايفين؟ طيب نفس اللي انا عملته هرجع اعكسه من جديد. انا بجنب البامبي هنا في ايه؟ في اتنين ازرق، يبقى احط اتنين ازرق. ادي اتنين ازرق وهعدي تمام. حطي شويه، ارجع ابص تاني، ادي النص اتنين ازرق اول واحده، اتنين ازرق بعديهم تاني واحده تمام، ادي اتنين ازرق اهم، اشد بعديها اتنين ابيض. انا كده بالظبط بالظبط برجع اعيد النص اللي انا عملته تحت، هيبقى هو كده بالظبط، لان شايفه المربع ده نصه، برجع اقفله تاني بعد ما فتحته، هرجع اقفله تاني اهيت. الدور على اتنين ابيض. وطي التلفزيون.
خدي الريموت التاني يا سارة اهوت، خدي يا سارة الريموت اهو، اتنين ابيض اهو. اخر حاجة في السطر، هي اول حاجة في السطر اللي هما اتنين ازرق، واقفلهم ووريكي شكل السطر النهائي اللي هتكرريه في الادوار الباقية كلها، الجوانب قصدي. اهو شكله، هنجمع هنكرر دور ونجيلكوا تاني. وكده الدور كله خلص ماشي، اعملوه كده وهنكمل مع بعض.